اعلانا باش نوضح في كل الدول 65 سنة. هذه نعطيكم كل المعلومات، يبقى يبحث ينجم يبقى يتعامل في البحث، وهذا هو الان الاجراءات الاليات الجديده نجم نديروها. يبقى باحث بحث ما عندوش وقت معين، حنا رانا نقولوا في الاجراء الاداري، حنا رانا نتكلموا على الاجراء الاداري. واحد يخرج في التقاعد في حتى في دول اخرى في 65 سنه، لكن يقدر يبقى يمارس ويبقى يبدا يمارس باليات اخرى، وهذه الاليات مش اليات اخرى، اليات توظيف، اليات توظيف تكون توظيف عن تقاعد اكسترا، ما يسمى بلي كونترا. هذو كاينين لي كونترا موجودين في كل دول العمل. هذه هي اسكي دي شيفر، اسكي دي شيفر بريسي سور سو كي سون كونسيرني بارسي. لا هذه نعطوهم لكم في لقاء اللي يخص هذا، لا حنا ما نجوش نعطيكم، حنا الان نهضروا على الآلية بصفة عامة، الآلية بصفة عامة فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الاستشفائي، لأن يخص حتى الأساتذة الاستشفائيين. ولكن حنا قلنا الآن في مرحلة تجديد، هذه إذا ناخذوها بعين الاعتبار، الآن رانا في مرحلة تجديد، راه عندنا حاملي شهادة الدكتوراه للعدد تاعهم راه يرتفع من سنة إلى أخرى، وهذا كذلك إلا نكونوا فيه آليات اللي تسمح لهم. يبقى الآن البحث يبقى يتعامل مع المؤسسة.